إلهي من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحي آه الاسم فتن زر المرض آه السن عشرون سنه آه من مدينه فاس آه طالبه بالمدرسه العليا للاساتذه آه تخصص آه التربيه الخاصه لتدريس الاطفال في وضعيه اعاق البداية ديالي مع القرآن الكريم كانت منذ الصغر كان السن ديالي ست سنوات قرأت ودرست علوم القرآن الكريم بجمعية الإمام مالك بسيدي بوجيدة ثم يعني طورت من الموهبة ديالي تم ضبط القواعد ديال التجويد اللي كتعتبر أساسية في علم تجويد القرآن والحمد لله بالمجهودات ديال ديال يعني البيت ديالي والمتابرة وكذلك يعني العزيمة على أنني العزيمة والإصرار على أن نحفظ القران الكريم وندرس القواعد الجويده ديالو اللي كتعتبر اساسي بالنسبه للمشاركه ديالي وكيفاش كانت الفكره في المشاركه في مسابقه ابو الدوليه هو صراحه البدايه كانت منذ الطفوله يعني المشاركات كانت على المؤسسات في البدايه وعلى صعيد المقاطعه الحمد لله كنت كنحصل على رتب اولى ثم كانت الانطلاقه كذلك مسابقه مواهب الجويد القران الكريم اللي كانت اللي ترتبها القناه الثانيه دوزيم سنة 2017 الحمد لله كنت من المتفوقات وقدرت نوصل للنهائيات و... وتم كانت الانطلاقة الحمد لله المسابقة أبو ظبي يعني كنت متبعة كنت متبعة دائما المنشورات ديالهم وكيفاش كتم المسابقة وكيفاش يعني كيكونوا الشروط ديال المسابقة فالفكرة جات هذا العام والحمد لله كانت من النصيب ديالي أنني شاركت في المسابقة و... والحمد لله يعني حصلت على رتبه اولى في مشاركتي كان هناك واحد الاصرار كان هناك واحد المتبرة على انني نحصل على هذا الرتبه ولله الحمد فالفوز ديالي كان صراحه غير متوقع على نحصل على رتبه اولى يعني وخاصه ان المشاركين كانوا كثار فكانت اكثر من خمسة 85 دوله مشاركه اسلاميه وكلهم تبارك الله عليهم يعني عندهم طاقات عندهم عندهم يعني تبارك الله نخب فيعني باش نحصل على رتبه اولى من وسط خمسة 85 دوله فصراحه فخر لي والشعب المغربي ولله الحمد أه لا 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 الناس اللي كانوا مسانديني والناس اللي صراحه دعموني منذ الطفوله أه هما والديا الله يخليهم ليا ولا يطول في العمر دائما كيفكروني بالهدف ديالي اللي كان مدون ماشي غير في, في, في الذاكره فقط والحمد لله هذا واحد هذا واحد الفخر ليا والمغاربه ككل بالنسبه للتسجيل ديالي المسابقه هو الاشاره كان في اخر لحظه فالاخر اجل المسابقه هو 15 في شهر رمضان فكنت رسلت لهم الفيديو يعني الفيديو ديالي كان اخر فيديو يعني كان وصل اللجنة ديال التحكيم فالحمد لله من بعد كانوا يعني فرزوا الاوائل وعلنوا عليهم يعني اليوم يعني كانوا يتواصلوا معنا على التلفون وخبرونا بالفائز الاول والثاني والثالث كذلك من بعد كانوا بروفات كيف بروفات يعني كانوا دي لايف مع الشيوخ الكبار ومع سمو الشيخ يعني اللي كان منظم المسابقه فا يعني كان تكريم كان لكل واحد على اللايف يعني التواصل مع الشيخ وكان كرمه على على الفوز ديالو او على المرتبه ديالو فالحمد لله من بعد كان حفل نهائي فيه كانوا توجو المتسابقين ويعني يحتفلوا بهم يعني كيف كنعرفوا نظرا لحاله الطوارئ والحجر الصحي اللي كان مروا منه مؤخرا ف يعني كان خصهم ضروري يكون ديكشي الشيء موثق فالحمد لله يعني كان ديكشي على يعني اسهل طريقه على انهم يتواصلوا معنا على لابليكاسيون ديال زوم والحمد لله كانت الامور جد سلسه ومزيانه لله الحمد فاش كنكون كنقرا القران اولا كنرتل الايات البينات ديال الذكر الحكيم صراحه كنحس بواحد الطمانينه بواحد الراحه في, 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 النفس فهو الصديق ديالي صراحه منذ الصغر هو الصديق ديالي هو السند ديالي فاش كنت صغيره كانوا كيقولوا كي لي الاساسيات في المدرسه على ان عندك واحد الذاكره قويه في الحفظ يعني يعني غير الاطفال او الاصدقاء اللي كانوا كيقراو معايا فهذا راجع للقران الكريم فاش كتكون كتحفظ القران الكريم وك وكت يعني كتمشي كت مع الايات وكت يعني تفهم الايات ديالو من القلب فالله سبحانه وتعالى ما كيبخلش كي عليك وكي نو يعني كيعطيك واحد النمو للذاكره والحمد لله يعني هو الصديق وهو الرفيق ديالي ديال الدرب والقران هو رحمه للعالمين كيف كنعرفوا كامل الرساله ديالي للشباب هو تقرب من الله سبحانه وحفظ القرآن الكريم وجعله دائما السند الوحيد في الحياة وكذلك بر الوالدين اللي صراحة وبتجربة كيف تفتح آفاق كثيرة وكيف مجالات كثيرة وبالمناسبة كان نهدي الفوز ديالي الوالدين ديالي في المرتبة الأولى وكذلك الشعب المغربي ككل وعلى رأسهم صاحب الجلالة نصره الله وأيده وكذلك وأخص أخص بالذكر المرأة المغربية لدائما اللي دائما ها ديال المغرب ولله الحمد ما تنساش تابونا فلاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس